الاستنزاف. معنا ضيف حلقتنا الأستاذ عمار وقاف، وهو مدير مؤسسة جونس أو جونسوس للأبحاث من لندن. سيد وقاف مساء الخير، ما مصحة سوريا باعتقادكم في قواعد دائمة لروسيا في سوريا؟ مساء الخير. أهلا بك. مساء الخير. يعني ببساطة شديدة، روسيا عفوا سوريا من وجهة نظر معينة هي تتعرض لضغط من أكثر من 120 دولة حول العالم لتغيير نظام الحكم. هناك قسم لا بأس به من السوريين يعتبرون أن هذا الأمر هو لا يصب في مصلحتهم، وهم يحتمون بأحد أقطاب هذا الكوكب ضد كل هذه الدول. لا أعتقد أن هناك من يعني يعتبر أن وجود قاعدة أمريكية في السعودية أو قطر أو قواعد مثلا فرنسية في الخليج أو بريطانية أو كذا يعني هي تصب أو لا تصب في مصلحة شعوب تلك البلدان. هناك دول تتعرض لهجوم، وهي ربما يعني خلال الخمس أو سنوات الماضية في حالة سوريا أقول يعني فقدت الكثير من قدرتها على الصمود الذاتي أمام اعتداءات خارجية كما تراها، وهي بحاجة إلى شريك وحليف لكي يدافع عنها، وهي يعني هذه الأمور لا تأتي إلا ضمن منظومة مصالح مشتركة وليس فقط يعني أعطونا ولا تأخذوا شيئا في المقابل. طيب، يعني أنت وكأنك تشير إلى أن النظام السوري كما يحتمي آخرون بقواعد أجنبية من حقه أن يحتمي بهذا الدب الروسي بين ظفرين، والقواعد من شأنها أن تساعد في حماية النظام من السقوط، أليس كذلك؟ يعني أنت تنظر إلى المسألة من وجهة نظر أن النظام السوري أو الدولة السورية أو سميها ما شئت، لكن إذا أخذت بعين الاعتبار بأن هناك ملايين السوريين الذين لا يعتبرون بأن ما يحدث في سوريا هو يعني أمر حميد العواقب، أو لم يعتبروا أن ما حدث في سوريا منذ بداية الأزمة حتى الآن هو أمر حميد العواقب، هؤلاء الناس هم ضد ما يجري وضد هذا التدخل من دول إقليمية محيطة ودول عالمية مثل الولايات المتحدة مثل بريطانيا مثل فرنسا، وهؤلاء أيضا من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم. يعني انسى النظام يعني لخمس دقائق وفكر بهؤلاء الملايين من الناس، يعني هؤلاء يحق لهم أن يحافظوا على أسلوب العيش الذي يريدونه، وهم يقدمون أبنائهم ضحايا. ولكن سيد وقاف، هؤلاء الذين تتحدث عنهم هل لهم رأي في قص في موضوع القواعد باعتقادك بصراحة؟ يا أخي، من يقدم ابنه ويعني ابنيه وثلاثة من أبنائه لكي يحافظ على مصالحه وحياته وما شابه طبعا لديه رأي يعني في نهاية الأمر. يعني أعلم يعني ربما أن هذا الأمر ليس مطروقا كثيرا، ولكن علينا أن نبدأ بفهم المسألة في سوريا على أن هناك مجموعتان من السوريين اختلفوا في آلية تشكيل البلد إن صح التعبير، وهذا ذهب واحتمى بعشرات الدول ومئات الدول، وهذا وجد له حليفين أو ثلاثة لا أكثر، وهو صامد ما زال ويريد يعني أن تكون سوريا على ما يريده هو حسب مصالحه وحسب. طيب، يعني هذه القواعد الروسية الآن، تفضل، يعني بغض النظر عما يحصل الآن ومنذ سنوات منذ 2011، لن نغوص في تعريفها كانت ثورة أو تراها أنت ربما خلاف ذلك، ولكن مثل هذه القواعد ووجودها بشكل دائم ألا يسيء لشعار المقاومة والممانعة التي يرفعها النظام في سوريا وبعض حلفائه؟ كيف لمقاوم وممانع يرتكز على دب الروسي أو 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 حذاء أمريكي، يعني كائنا من كان، المهم على طرف أجنبي، يفترض المقاوم أنه يستند على قواه الذاتية. طيب، وإذا كانت قواها الذاتية يعني يتم اضمحلالها من الداخل عن طريق جاره وأخيه والذي ذهب معه إلى مدرسة، فماذا عساه يفعل يعني؟ عموما روسيا على مدى كامل أعوام الصراع العربي الإسرائيلي هي كانت طرفا يعني يقف معنا أكثر بكثير مما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وما شابه التي كانت بشكل عام هي تقف مع إسرائيل. وشيء منطقي جدا أنك أنت إذا كنت يعني تعتبر القضية الفلسطينية أو المشكلة في فلسطين هي أساسا لكل الشرور التي تحصل في هذه المنطقة وخصوصا يعني الأزمة السورية الحالية، فأنت شيء طبيعي أنك عندما تريد أن تتجه لقوى عظمى تحميك
من دول كثيرة من هذا الكوكب على هذا الكوكب أن تذهب باتجاه روسيا بدل أن تذهب مثلا وتقول للولايات المتحدة تعالي لأعطيك أرضا كي تقيمي عليه قاعدة عسكرية، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل بالنهاية هو ما يعني وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق في المسألة الفلسطينية حصرا. وبالتالي شيء منطقي جدا أقول وأعيد وأكرر أن الذي أعطانا السلاح وأعطانا كثير من القدرة والدعم السياسي والعسكري والفني والتقني لكي نقف على قدمينا طوال هذه العقود التي مرت منذ تأسيس الكيان الصهيوني في عام 1948 وحتى الآن أن نتجه إليه لحمايتنا ولا نجد هناك تعارض. ربما يكون هناك تعارض خفيف، دعني أتفق معك قليلا بأنك أنت عندما تأتي ويعني بشخص، طبعا أنت مضطرا تأتي بشخص لكي يحميك ويتواجد على أرضك بشكل دائم، أنت تفقد جزء من حرية الحركة فيما يتعلق بصراعك مع الآخرين ومنهم مثلا الكيان الصهيوني. ربما أتفق معك في هذه الجزئية، لكن أؤكد لك أن روسيا هي سوف تكون الخيار الأساسي فيما يتعلق في القاعدة العسكرية إن اضطرت الدولة السورية لذلك والشعب السوري لذلك، بدل أن تكون مثلا بريطانيا أو فرنسا. حتى نغلق القوس سيد وقاف، يعني باعتقادك وأنت سوري ورئيس مؤسسة وما إليه، يعني مثل هذه القواعد لا تسيء للسيادة نهائيا؟ يعني أنتم البعض كان يتهجم أو يتهكم على الخليجيين لأنهم استدعوا هذا الأمريكي واستدعوا هذا الغربي وغيره، يعني أنتم الآن أيضا تستدعون ال- 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 الروس، يعني إذن كلكم في الهم سواء. دعني أكون صريحا معك أخي، ولو أزعجت البعض، يعني أعتقد أو نعتقد نحن منذ زمن، يعني وهذه ليست فكرة أنا أتيت بها وإنما أتى بها والدي وجدي من قبل، أن القواعد العسكرية في منطقة الخليج هي ليست لحماية الشعوب هناك من خطر ما، وإنما هي يعني لتثبيت استقرار معين لدول معينة لأنظمة حكم معينة. الآن سوريا تتعرض، يعني الدول التي اجتمعت في المغرب في العام 2011 أو العام 2012 لست بأذكر جدا التاريخ، هي عبارة عن 123 دولة. طيب من حق الناس في سوريا أن تشعر بالقلق والتهديد وهم يرون كل هذه الأموال وكل هذه هؤلاء، يعني هذه الأسلحة التي تضخ من أجل يعني إثارة الأخ ضد أخيه والجار ضد جاره، ويعني هم بحاجة إلى أن يحموا أنفسهم. إذن هذه القاعدة ليست لحماية نظام حكم وإنما لحماية شعب حقيقة من تدخلات خارجية من تركيا ومن السعودية ومن قطر ومن أمريكا وما شابه. طيب دعني أختم معك على كل حال بفرضية قد تحصل وقد لا تحصل. أنت تعرف العلاقة المتميزة الآن بين روسيا وإسرائيل والتطورات في الفترة الأخيرة، يعني كان هناك حتى تنسيق في التحليق الجوي. ما الذي يمنع أنه إسرائيل قد تصبح أيضا تحط طائراتها وتنطلق من القواعد الروسية، وأنتم تقولون أن روسيا هي اللي تتحكم في القاعدة؟ يعني هل الأبواب مفتوحة ربما لتطور العلاقات بين سوريا كما تقول أنت أرضا وشعبا وقيادة، أو ربما آخرون يقولون النظام السوري هو الذي يحدد مستقبل الآن البلاد؟ قد تتطور العلاقة ونرى أيضا قاعدة إسرائيلية وسلام ربما بين النظامين الإسرائيلي والسوري. يعني أعتقد أنك أنت ربما تجد هذه القاعدة التي تتحدث عنها في أي دولة عربية غير سوريا، يعني منذ أن يعني انتهت الصراعات العربية الإسرائيلية المكان الوحيد الذي تقصف فيه الطائرات الإسرائيلية هو سوريا حقيقة. هذا هو مكمن الخطر، وليس مكمن الخطر مثلا الأردن أو مصر أو السعودية. لم تقصف عمرها، يعني منذ حرب تشرين التحريرية لم تقصف إسرائيل في غير مكان. الآن العلاقة المتميزة بين روسيا وإسرائيل هذه ليست موجودة، هذه دول تعترف ببعضها البعض وتراعي مصالح بعضها البعض وتستفيد من بعضها البعض قليلا، ولكن ليس بأحد تابع لأحد. لكن أؤكد لك بأننا قرأنا وشاهدنا بأن إسرائيل عبرت عن قلق شديد من انتشار أنظمة S-300 وبأنها هي ممكن أن تمنع الطائرات الإسرائيلية بالتحليق، وهي توجست خيفة من مثلا إطلاق الدفاعات الأرضية السورية منذ أسبوعين صواريخ على طائرات إسرائيلية، وهي تعتبر أن ذلك ربما عبارة عن رسالة تم توجيهها بشكل مشترك مع الروس فيما يتعلق بالحد من قدرة الطيران الإسرائيلي على العمل حاليا في الأراضي السورية. أؤكد لك أن إسرائيل هي يعني تشجع الطرف الآخر وهي تداويه في مستشفياتها، ويعني تقدم له كل الدعم الاستخباراتي والعسكري حتى إذا بدك المباشر. هي لا تريد على الإطلاق يعني أن تتعاون مع الدولة السورية أو روسيا، إنما تريد أن تقوض أساس هذه الدولة حقيقة. السيد عمار وقاف مدير مؤسسة جونسوس للأبحاث كنت معنا من لندن، نشكرك.